بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عباس المؤمن من إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. كلنا شفنا في الصيف اللي طاف هذا شفنا المشاكل البيئية اللي صارت في أوروبا، خصوصا في أوروبا وضحت واضحة، كانت كل تقارير تتكلم أن هذا أسوأ جفاف مر على أوروبا من 500 سنة، وطبعا هم ما عندهم مقياس قبل 500 سنة، فهذا أسوأ جفاف مر على أوروبا في التاريخ. مثال على ذلك جفاف بحيرة لاك دي برينس بين فرنسا وبين سويسرا. مثال ثاني جفاف نهر الراين اللي هو عصب وشريان الحياة في ألمانيا. حرائق الغابات اللي صارت في أسبانيا والبرتغال ومختلف مناطق أوروبا. فيضانات باكستان اللي راح ضحيتها فوق 2000 شخص. كل هذا ناتج عن شنو؟ هذا كله ناتج عن الاحتباس الحراري اللي أساسه الانبعاثات الغازية الصادرة عن المصانع وخلافه. بناء على ذلك دول العالم قاعدة تحط توجهات لتخفيف هذه الانبعاثات تدريجيا، واحنا ما احنا بعيدين عن دول العالم، فاحنا البحرين وضعنا نفس الشيء نتماشى ويا دول العالم. من ضمن الاستراتيجيات هذه التحول تدريجيا الى سيارات كهربائية. احنا في البحرين عندنا الحين في 2022 عندنا 730 الف سيارة تقريبا في البحرين. السيارة الواحدة تنتج 4.6 طن انبعاثات كربونية في السنة. كل طن يحتاج إلى شجرة عمرها 20 سنة علشان يمتص. يعني إحنا نحتاج كل سيارة نحتاج إلى 4.5 شجرات. لو قسناها كل البحرين تنتج السيارة في البحرين 3,360,000 طن من الكربون أو من الانبعاثات الغازية. هذه تحتاج إلى 3,500,000 شجرة. حسب التقديرات الحالية في 2035 راح نوصل إلى 1,100,000 سيارة. 1,100,000 سيارة هذه راح تنتج ما يعادل 5,000,000 طن من الانبعاثات الغازية، اللي تحتاج إلى حوالي 5,000,000 شجرة عشان تمتصها. الشجرة عمرها 20 سنة. هذا راح يستهلك موارد البحرين المائية والاقتصادية ومساحة البحرين المحدودة. لذلك وضعنا نوع من الدراسة إن إحنا إذا وصلنا في هالسنة هذه 2035 100,000 سيارة كهربائية راح نوفر 460,000 طن من الانبعاثات الغازية. يعني معناتها راح نوفر زراعة 460,000 شجرة عمرها 20 سنة. طبعا هذا له تأثير كبير على الاقتصاد، على الموارد المائية الشحيحة، على مساحة البحرين المحدودة. هذا دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى إصدار لائحة خاصة بالسيارات الكهربائية في بداية 2021، وإن شاء الله راح تحد دول الخليج حذو البحرين. الأرض قاعدة توجه نداء استغاثة إلينا إن إحنا نغير سلوكنا.